طبعا حبايبي، قبل شوية تم افتتاح معرض تمكين وارتقاء تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية. الافتتاح تم تحت رعاية سعادة الشيخ راشد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والسيدة معاني البوسعيدية مديرة العامة للتنمية الأسرية. هذا المعرض فكرته أنه يدعم الأسر المنتجة من الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، فهذه دعوة للجميع. أنت اللي تشوفني هني فرصة أنك تدعم كل هذه الأسر من الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، كل ما تحتاج للعيد من الملابس، العطور، الكماليات، الفضيات، كل حاجة راح تحصلها في هذا المعرض المميز اللي ينطلق اليوم من تاريخ 4 أبريل وإلى تاريخ 8 أبريل في جراند مول مسقط. فبعد شوي إن شاء الله راح ناخذ جولة ونتعرف على بعض المشاريع اللي موجودة هنا، وإن شاء الله من تزورونهم بتحصلون كل اللي تدورون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك. بلجيكا ياخذ يعني المواد الخام واصنعهم في البيت. كم سنة لك؟ كم سنة لك؟ 3 سنوات. كيف تشوفين الاخبار؟ الحمد لله. في هني في العاصمة؟ ايوه هني. كل مكان يعني في وسط الشرق. لان ما شاء الله بدات تكثر محلات الحلويات الناس. ايوه. لا لا اسوي بروحي في توصيل يعني. بالعكس حلو حلو. حتى مترين في يعني أحجام متنوعة. زين العيد. حتى البوك البوكسات جميلة صراحة. ما إن مناسبات هاي أغلب الناس. بعدين حتى التنسيق صعب. يعني وأسوي بعد يعني بالطباعة والكتابة. جميل. يعني على حسب المناسبات. طبعا حاليا سعادة الشيخ راشد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والسيدة معاني البوسعيدية مديرة عامة بوزارة التنمية الاجتماعية ماخذين جولة في أنحاء المعرض ويتعرفون على المشاريع للأسر المنتجة من الضمان الاجتماعي والدخل المحدود كدعم طيب منهم جزاهم الله خير. مثل ما شايفين أقبال طيب على المعرض في يومه الأول، وإن شاء الله كلكم تشرفون وتنورون المكان وتقدمون دعمكم لكل المشاريع اللي موجودة في معرض تمكين وارتقاء. من المشاريع المميزة في معرض تمكين وارتقاء للأخت بيداء، خبرينا عن مشروعك. مشروع عندي هو الرسم. ما شاء الله حلو. أرسم أشياء. جميل. ساتين من عمور الشهور ما شاء الله. عندي ادوات النعلان اسويهم ما شاء الله. اسوي طقم واسوي مبيله. فمثل ما شايفين اشياء جميله جدا مع الاخت بيداء في المعرض. اتمنى اختي افنان ما شاء الله. اسوي هذيله بعد. يا سلام. اختي بعد. زين كيف يقدروا يتواصلون عشان الناس اللي بتطلب او بس متوفرين في المعرض؟ تواصل معي في الواتساب. طيب واسوي لها أي شيء. خلاص الله يوفقك إن شاء الله. آمين. شكرا شكرا جزيلا يا بيدا. أيضا سميرة معاها مشروع جدا مميز في المعرض واللي هو الطباعة على الصخور. مثل ما شايفين الناس اللي حابة تقدم هدايا مميزة هذه كلها موجودة مع سميرة، وتقولكم نوروها وشرفوها في المعرض أو تقدروا تطلبوا من خلال رقم الواتساب والتوصيل معاها لكافة مناطق السلطنة. الرسمات الحلوة، الآيات القرآنية، فتستاهل الدعم منكم وما وصيكم ما شاء الله. في مجموعة كبيرة أختار ونجي، وسميرة في انتظاركم. الله يوفقك إن شاء الله. شكرا شكرا. تقولي لا يا عريمي أنا أدور على الشمع والشيء المرتب. الأخت بشرة أيضا تقولكم أنا موجودة في المعرض فتنتظركم تبارك الرحمن معاها، بالإضافة إلى الشمع اللي هي الريزنج. مثل ما شايفين هني أيضا عندك مجموعة من الهدايا الحلوة، مشغولات يدوية مميزة في هذا الركن اللي يجمع سارة وأفنان وسميرة وبيداء. فهل هالله ما أوصيكم تمرون عليهم في المعرض أو تقدروا تطلبوا من خلال رقم الواتساب، وإن شاء الله راح تحصلون أشياء مميزة من صنع يديهن. يعطيك أنا في عافية إن شاء الله. أيضا في المعرض معاكم مشروع قوير تبارك الرحمن
الأخت معاها مجموعة من الإكسسوارات للنساء، حلو، والحلى المختلفة، الخواتم، بالإضافة إلى الشيلات بألوان مميزة، والملابس أيضا الحلوة للعيد وللمناسبات شهر رمضان. مثل ما شايفين مشروع لأسرة منتجة يستاهل الدعم منكم. بحط لكم الحين الكارد الخاص فيها، ولا تقصرون، همتكم همتكم، الله يوفقك إن شاء الله. يا مرحبا، شكرا شكرا. أيضا في مشروع مميز في معرض تمكين وارتقاء اسمه لي آرت، لي شابة عمانية عسى الله يوفقها من الأسر المنتجة، جابت لكم مجموعة من العباية للأخوات الكريمات، ولكن أضافت عليها لمستها واللي هي الرسم على العباية. هذا ما شاء الله كله شغلها، وفي مجموعة كبيرة من العباية، فالأخوات إذا تدورن على شيء مميز ومختلف فلي آرت في انتظاركم. وأيضا حتى الشباب اللي حابين أنهم يكون لهم جاكيت مرسوم أو قميص، هي تقدم الرسم على الملابس سواء للنساء أو للرجال. فبحط لكم الحين البزنس كارد الخاص بالمشروع، وهل هلا في الدعم، عسى إن شاء الله يوفقها ونشوفها إن شاء الله في أعلى المراتب. هذا عيبتني صراحة، الهراشة الصفراء. والناس اللي تدور على الطيب والروائح الحلوة، ما شاء الله معاكم هني أطياب بلقيس، مشروع لأسرة منتجة تبارك الرحمن، معاهم البخور، المعمول، المرشات، العطور، كل حاجة موجودة هني، الأدهان أيضا متوفرة. فدعمكم للمشروع زين، وما شاء الله يعني الروائح وايد وايد حلوة. فبحط لكم الحين أرقام التواصل مع الحسابات، وإن شاء الله من تزورونهم تأخذوا لكم من الطيب الطيب لشهر رمضان والعيد من أطياب بلقيس. لا روايح حلو، صلى يوفقكم يا رب. يا مرحبا. أيضا في ركن مميز في معرض تمكين وارتقاء للأخت مريم من الأسر المنتجة. زين، تخبرينا عن مشروعك. معاكم مريم البلوشي، صاحب مشروع صندلانة. منتجاتنا جميعها طبيعية مصنوعة من قلو البلوش. في عندنا سيروم مستخلصينه من القلو، والصابونة أيضا بالقلو، عندنا دلكة صندلانة بالقلو. وخبرتينا حصلتوا على شهادة، على شهادة أفضل منتج طبيعي مبتكر، وعندنا ركن في العريمي بوليفار. فمشروع مميز لأسر منتجة، الناس اللي يحبون جلي البلوش ويريدون منتجات العناية بالبشرة والجسم لا يفوتكم. بنحط لكم حسابهم مع أرقام التواصل، وفي عروض خاصة لكم وتستاهل الدعم، ورب إن شاء الله يوفقها يا رب. عادي يقول لك مشروع الصافي في المعرض مسوى هيلة، كيف يا العريمي؟ خبريني إيش موجود معكم. لبان معطرة، روائح عربية وروائح فرنسية، وميزناهم بالألوان كلون الورد، ريحة الورد، لون البنفسجي، ريحة اللافندر، وكل لبان له مرشها الخاص. وخبرتيني عن منتج جدا مميز معاكم في الصافي، هو رحيق اللبان، سيرم اللبان، هذا من استخلاصنا، ما شاء الله، طبيعي 100% عضوي، عندنا شهادة مختبرية من عمان وشهادة مختبرية من بلجيكا، بالإضافة كولاجين طبيعي إلى البخور. ست أنواع من البخور، بخور عربي وفرنسي. فمشروع لأسرة منتجة في معرض تمكين وارتقاء يستاهل كل الدعم منكم. بنحط الحين حسابهم مع أرقام التواصل، وهل هلا الله يوفقهم إن شاء الله. شكرا. والناس اللي تحب المشغولات اليدوية من السعاف، الدمى الحلوة، القلادات، ما شاء الله، هذه كلها تم صناعتها من قبل شابة عمانية عسى الله يوفقها من الأسر المنتجة، فتستاهل كل الدعم منكم حتى التوزيعات. الحين عاد جاي قرنقشوه، فبحط لكم الحين أرقام التواصل مع حساباتهم، ولا تقصرون. شوفوا ما شاء الله هدايا جميلة، من أسر منتجة في معرض تمكين وارتقاء، وربنا إن شاء الله يوفقهم ونشوفهم في أعلى المراتب، من الميداليات، كلها مشغولات يدوية جميلة ومميزة. أيضا في مشروع مميز في المعرض أنفاس العود تبارك الرحمن، معاهم الأخشاب، الأدهان، العطور. قال لي العريمي أنا أريد أسوي عرض، هذا العرض خاص للمتابعين. المتابعين مالك خلاص تم. خبرني إيش العرض هذا؟ البوكس ب40 ريال كان سعره، ما شاء الله. الكبشر مالك فقط 20 ريال. ب20 ريال. فهل هلا طالبنها منكم الدعم لهذا المشروع الجميل
من الأسر المنتجة اللي موجودة في معرض تمكين وارتقاء. بحط لكم الحين أرقام التواصل مع حسابهم ولا تقصرون. أي شيء من الأدهار والعود تخفيض 50%. يا حبيبي نص القيمة طاحت، فيلا يا جماعة نشد الهمة وعرب إن شاء الله يوفقكم وشوفكم في أعلى المراتب. حبيبي يا غالي تسلم. عشاق الأحجار الكريمة في مشروع لأسرة منتجة اسمه كريستال استا. ما شاء الله يتميز هذا المشروع أن كل حجر كريم يتم استيراده من البرازيل، ولما تستلم أي حجر سواء نكلس سوارة اللي يكون تستلمه مع سيرتيفيكت اللي هي شهادة خاصة فيك عن الحجر الكريم اللي خذيته من معهم. فما شاء الله معاهم منتجات مميزة من الأحجار الكريمة، فيستاهل كل الدعم منكم، وصراحة شيء وايد مميز ومختلف. حبيت فكرة المشروع، حتى عندهم هذه البوتلة المرتبة، الأحجار الثانية، السوارات. فالحين بحط لكم أرقام التواصل مع حسابهم، وهذه حتى أدوات العناية بالبشرة صحيح؟ نعم، الرولر والقواشة مثل ما شايفين من الحجر الكريم نفسه سوينا. فبنحط الحساب مع أرقام التواصل، ويستاهلوا الدعم منكم حبايب. أنا صراحة وايد حبيت فكرة المعرض أن يجمع لك الأسر المنتجة كلهم مع بعض، يعني عندك هذا الركن، عندك الأم، البنت والأخو كلهم في مكان واحد. هذا يقول لك إيفنينج بترفلاي، عباية وملابس مميزة للبنات والحريم للعيد لشهر رمضان. مشروع جدا مميز ويجيب لكم أشياء وايد حلوة. هني المشروع للبنت تقدم ملابس للأطفال ياي العيد، قرن قشوه، تريدوا شيء حلو لأولادكم يستاهلوا كل الدعم منكم. بنروح آخر شيء للأخو، إيش معه؟ يايبن لك تميم الشباب اللي يتابعوني، هل هلا مشروع قحفية لشاب عماني من الأسر المنتجة، عسى الله يوفقهم إن شاء الله. فالحين بحط لكم أرقام التواصل تقدروا تطلبوا من خلالها، أو تزوروهم في معرض تمكين وارتقاء، وعسى ربي إن شاء الله يوفقهم ويكتب لهم كل الخير. في مشروع شدني كثير في المعرض لأم علي، تقول لك تقدم لك الملابس بخياطة اليد ولكن بصناعة أسترالية. بتسأل العريمي كيف؟ أم محمد تعالي شرفينا تفضلي. جزاها الله خير، عسى الله يبارك لك إن شاء الله في شغلك. خبرتيني قبل 30 سنة ما شاء الله درستي هذه الصناعة، وإلين اليوم أنت جالسة تسوين هذه الملابس المميزة بصناعة يدك، ومعاها مجموعة كبيرة، ومشروعها اسمه سموكينج درس. فتستاهل كل الدعم منكم، كلها صناعة يد من أم علي. أسأل الله يوفقك إن شاء الله ونشوفك في أعلى المراتب، تستاهلين كل الدعم، الله يحفظك. شكرا. فبحط لكم الحين الحساب مع أرقام التواصل وبسم الله. والحلو أيضا أن أم علي موجودة مع بناتها في المعرض، وما شاء الله البنات شغالات على الملابس النسائية، يقول لك الدراعات والأشياء الجميلة للعيد لرمضان، أيضا العباية موجودة. فأنا بحط لكم حسابهم في الانستغرام، دخلوا يا بنات وشوفوا إيش القطع اللي موجودة معهم، وإن شاء الله لا بتحصلون شيء راح تحبونه وزين تدعموهم. مشروع لأسرة منتجة، وعسى من إن شاء الله يوفقهم ونشوفهم في أعلى المراتب. حبيت الخضرة اللي بياخذ هذا، ذوق العريبي حبايب. المهم حبايبي، مثل ما خبرتكم معرض تمكين وارتقاء بجراند مول مسقط تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية. فكل المشاريع للأسر المنتجة من الضمان الاجتماعي والدخل المحدود راح تحصلونها في هذا المعرض. فهذه دعوة للجميع، أنت اللي تشوفني دام أنه في شهر رمضان ومقبلين على العيد، فأكيد دعمك لهذه المشاريع راح يعني لهم الكثير. فبدأوا اليوم تاريخ 4 وإلى تاريخ 8 أبريل، فتنورونهم وتشرفونهم، وإن شاء الله تحصلون كل مستلزمات رمضان والعيد في معرض تمكين وارتقاء من إشراف وزارة التنمية الاجتماعية. وكل عام وانتم بخير مقدم حبايب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.